الفن شي حاجه بحال اللي خلقت فيا بحال واحد جزء مني. دابا الحضاره وهذا التطور اللي وقع دابا حاليا، الانسان صار صوره باللي هو جزء من هالطبيعه اللي كنهضروا حنا عليها. انا ماشي حرفي وماشي مبلي بالفلوس، انا مبلي بالفن وما يتعلق بالفن والحضاره ديالو والثقافه ديالو. قل لي واش انا عندي المخ بحال عباد الله ولا ما عنديش المخ بحال عباد الله؟ دابا المخ ديالي واش نركزوا على النحت والفن وهادي والابتكار والاجتهاد، ولا غادي نركزوا على دراري خارجين المدرسه ما عندهمش ما ياكلوا الغدا في الدار؟